خط تاني من الخطوط اللي موجود معانا على الطريق، هتشوفه في بعض الاماكن، هو مش موجود كتير بس ليه معنى لو بدأ يظهر في اماكن انت بتنزل فيها. لو انت ماشي في الحارة بتاعتك وفي خط طويل موجود معاك في اتجاهك انت على الشمال، بس في من جنب منه خط كده بالشكل ده ومعمول في العلامات الاكس ديت، الخط اللي هي الشرط دي رسالة ليك انت مش ليه هو. انت ممنوع انك تتخطى الطريق وتخش الجنب دوت، لازم تلزم حارتك المرورية طول ما انت الخط بتاعك طويل، ما ينفعش انك تتنقل للحارة الشمال. انما ليه هو عنده ماشي في الحارة بتاعته ودي اصبحت في المنتصف ما بينك وما بينه، ليه هو الاولوية والحق ان هو يتجاوز ويتخطى منها المنطقة دي، مسموح له هو في اتجاه هو بس اللي هي فيها الشكل ده اللي عامل زي الشبكة دي. انما انت طول ما معاك خط طويل موجود وماشي معاك، ده مش مسموح لك انك تتنقل للحارة التانية، فهو من حقه التجاوز انما انت مش من حقك التجاوز. وبرضو الموضوع عكسي لما تكون الاشارة مقلوبة في اللون في الناحية التانية.